هذه قرية عبود التابعة لمحلية المناجل بولاية النيل الأبيض، غمرتها مياه السيول والفيضانات بالكامل وأجبرت سكانها على الرحيل بحثا عن أرض يابسة. بما قل حمله من متاع يحاول هؤلاء الخروج من قرية تحولت شوارعها إلى مستنقع للمياه. تلك صورة لمأساة إنسانية تماثل ما حدث لعشرات القرى في ولايات نهر النيل وكردفان وكسلا وغيرها. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان زار المناطق المنكوبة ووقف على حجم الدمار. احنا شفنا حجم الضرر والدمار اللي صاب المنطقة، حاجة محزنة وحاجة مؤسفة. ان شاء الله ربنا يسعد كل الناس، نحن هنقف معاكم ونزيل الضرر اللي صاب الناس دي ونصلح العوجة عشان تاني الحاجة ما يتكرر. تداعيات السيول والفيضانات كارثية، حيث تخطى عدد ضحاياها وفقا للناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني حاجز 50، معظمهم توفوا غرقا وتحت الهدم. أما المنازل التي تدمرت بشكل كلي وجزئي فقد ناهزت 9000 منزل. حتى الآن الناس تحت السيطرة، وحتى الآن المعينات يعني بتصل لمناطق المتأثرة، ولا زال يعني العربات إن شاء الله هتتحرك وهتمشي. بالنسبة لي حتى وزارة الصحة برضو عندهم ممكن بكرة 3 غوافل لثلاثة ولايات. وإزاء هذا الواقع فإن الناس في ولايتي نهر النيل والشمالية يتخوفون من احتمال ظهور أمراض خطيرة بسبب تراكم المياه. أما خبراء البيئة فيحذرون من احتمال وقوع كارثة صحية سببها جرف مياه السيول لمخلفات التعدين الأهلي كالزئبق وغيره، وحملها إلى جهات مأهولة بالسكان. كمية الزئبق والاثنين طن دي بدل ما تكون في كيمان بقت في الواطة ومنتشرة في المياه وممكن تخش في المياه الجوفية. وبعدها يعني ما بنقول الناس بيقولوا ببشروا، لكن احنا اللي حيحصل انه حيكون عندنا قنبلة موقوتة في منطقة جنوب بربر حتنفجر في أي وقت. حاجة المتضررين من السيول والأمطار للإيواء والغذاء بدت ماسة للغاية، على الرغم من جهود تبذلها الحكومة وبعض المنظمات الأخرى لتقديم العون. السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من ولايات السودان تسببت في كارثة إنسانية واقتصادية، فباستثناء تهجير آلاف السكان من منازلهم فإن الإيفاء بمتطلباتهم الحياتية الملحة تبدو في الوقت الراهن صعبة على حكومة بلد فقير تتقاذف الأزمات من كل جانب. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم.